نرحب بحضراتكم مرة تانية، ودي فقرتنا الحوارية التانية. خليني أقول لحضراتكم الفقرة دي معانا يعني شخصية متعددة المواهب الرياضية والفنية، هي لعبة تنس وتزحلق على الماء، وكمان هي درس علم اسمه علم الحركة واللياقة البدنية في إحدى الجامعات بس في كندا. كمان بتغني، يعني يا شخصية خلينا نقول ميكس كده رياضية فنية وكمان طبعا أهلوية. خلينا نرحب بدينا هشام. يا صباح الخير. صباح الفل. إيه الأخبار؟ إيه كل الحاجات دي؟ حاجات كتير قوي، كل ما بلاقي حاجه عجباني بدخل عليها. برافو عليك ما شاء الله. اولا منورانا وسعاده جدا بوجودك معانا، وخلينا نبتدي معاكي بكلمه علم الحركه. ايه هي علم الحركه؟ الترجمه بتاعتها من الانجليش، الانجليش اسمها كينيسيولوجي. الميجر بتاعتي لما كنت انا قضيت اخر سنتين في المدرسه في كندا ودخلت جامعه هناك، فلما كنت بدور على الميجرز اللي انا عايزه ادخلها، الكليه اللي انا عايزه ادخلها، لقيت انه انا ليا قوي في الحته شويه الطبيه، وليا قوي في الرياضه قوي، وليا حاجات فن كده. فلما بدات ادور على الميجرز لقيت انه في حاجه اسمها كينيسيولوجي. كينيسيولوجي جايه من كيناتكس يعني حركه، واولوجي يعني علم. فلقيت ان اللي جوه كينيسيولوجي بيدرسوا الرياضه والسايكولوجي بتاعت الرياضه والحركه بتاعتها والفيزيكس، كل حاجه انفولفنج رياضه وكل حاجه حوالين الرياضه، بحيث ان هم كل حاجه بيعملوها جوه بتبقى اكتف وبتبقى فون جدا. فعجبني جدا الموضوع ده، ان انا ابقى ابروتشنج او داخل على الكليه بتاعتي بحته رياضيه شويه عشان اتبسط فيها يعني. طب احكي لنا، انت عايشه في مصر يا دينا ولا في كندا؟ يعني أنا نعرف اكتر عن الشخصيه وبعدين نخش في هو انا روحت كندا 2011 شهر 7/2011، وكنت هناك يعني وبرجع مرتين في السنه، في الصيف كله وفي الشتاء كله. كنت رايحه بهدف الدراسه؟ بهدف الدراسه، ولما خلصت الدراسه رجعت. فبقالي سنه تقريبا هنا، رحت قضيت فتره الكورونا الاربع شهور هناك، لانه كنا العيله بتاعتنا كانت مقسومه، فقلنا لا نبقى مع بعض نتحبس مع بعض بقى. فروحنا اربع شهور ولسه راجعه من ما فيش 3-4 شهور. وايه اللي استجد عليكي وعلى حياتك وعلى شخصيتك بعد ما أقمت في كندا فترة بعد ما درست فيها؟ هي الكولتشرز مختلفة، الثقافات مختلفة تماما. أنا بحاول أخد الحلو من هناك والحلو من هنا. هناك عندهم الحياة ناشفة قوي وستريت فورورد قوي ودغري كده، وده اللي يخليهم ناجحين في الشغل، وما فيش عواطف ما فيش الكلام ده. طبعا هنا لما بتيجي للعيلة وللبيت وكده، العواطف والدفى والرمضان والعيد والعزومات والكلام ده كله مش موجود هناك. فدايما أقول انه هنا احلى، وهناك الكواليتي اوف لايف ناشفه قوي. فبيبقى اللي عايز يتقدم في حاجه هناك الدغري ده بيخليه بيروح جميل جدا، في تركيز على الهدف على كل حاجه. اقول لك على حاجه بس، يعني رغم كل ده برضو معرفش، انا شخصيا افضل هنا يعني. وانا كمان عشان كده رجعت. يعني الحياه الناشفه دي ولو كانت ستريكت وستريت تو ذا يعني بوينت او تو ذا جول، بس لا هنا انا مميزات مش رهيبه طبعا. يعني زي ما بقول لك هناك مفيش اي يعني مفيش اي حاجات تتلمس. يعني هي كل حاجه روتين 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 روتين، شغل تمرين دراسه مذاكره نرجع تاني شغل تمرين دراسه مذاكره. ما كملتيش ليه في التنس بقى؟ لا مكمله طبعا، مكمله غير طبعا. يعني التنس في حياتي بشكل او باخر، يعني انا بقالي 20 سنه بلعب تنس، وكنت لما جيت هنا لعبت اكشلي في الاهلي كمان. ولما بدات التنس هنا في مصر قعدت لغايه 2011، كان ساعتها بقالي قد ايه 10-12 سنه بلعب تنس. وكنت كومبيتيتيف، وكنت بدخل بطولات، وكنت كل اسبوع في بطوله، وكل بطوله في نادي شكل والكلام ده كله. ولما رحت كندا التنس مش سهل ان هو يبقى accessible، مش سهل ان انت تلاقيه بسهوله، لانه الملاعب غاليه قوي في الشتاء طبعا، 3/4 السنه هناك شتاء. فعشان خلال الجامعه اللي انت كنت بتدرسي فيها، ما هي الجامعه انا لعبت اكشلي فريق الجامعه، بس الملاعب اللي كانت عندنا في الجامعه كانت للمنتخب. فاي اي وقت بيبقى ما فيش فيه تمرين في الجامعه بيبقى للمنتخب، والتمرين بيبقى مرتين في الاسبوع بس. فعشان تلاقي ملعب كويس الكواليتي بتاعته كويسه متدفي في الشتاء في كندا بيبقى غالي قوي قوي قوي، لانه المينتنس بتاعته بتبقى غاليه قوي، مش سهل ان انت تلاقيها. بس
لجأت للتعليم، فأخدت الشهادة بتاعتي إن أنا أتعلم سيرتيفيكت إن أنا أعلم بيجينرز، وبدأت إن أنا أشتغل أكشلي إنه يعني في حتة في حياتي يبقى فيه تنس موجود يعني. جميل. طب دينا تعالي نروح بقى للدراسة، وانت تتكلمي إن علم الحركة وعلم ليه علاقة بعلم النفس برضه. علم النفس بتاع الأثليت بتاع اللعيب. يعني إحنا في كورس عندنا في الكليه بيبقى عباره عن احنا نكلم اللعيبه ازاي وهم ستريسد، ازاي نكلم الاهالي، ازاي احنا نكلم الكوتشز كسايكولوجيست مش ككوتش. واحنا لو كوتشز ازاي نعلم اللعيبه يعملوا يعني يبقوا يبرفورم احسن حاجه عندهم. الاعداد النفسي يعني ازاي بالظبط للاعب اللي هو بقى لنا فتره دلوقتي في اهتمام بيه عندنا بالزبط. في مصر يمكن قبل كده ما كانش موجود بس دلوقتي التركيز عليه، فاعتقد دي دراسه كويسه جدا انت ازاي تكلم اللعيبه وفي اي حته. يعني انت لما بتكلمي اللعيب مثلا في وقت التمرين غير لما بتكلميه في وقت الماتش، غير لما بتكلميه قبل الماتش، غير لما بتكلميه بعد الماتش، عشان هو ياخد احسن حاجه في الرياضه دي ويعرف ان هو يؤدي احسن حاجه في الحته اللي هو بيعملها. طب الجزئيه المتعلقه باللياقه البدنيه اللي درستيها هل بتنطبق على كل الناس ولا بتنطبق فقط على الرياضيين؟ لا كل الناس، لانه احنا دايما لما بنيجي نتعلم الكورس بتاع اللياقه البدنيه بنتعلمه على كل الليفلز، على البيجنر وعلى اللي اصلا مش عايز يتمرن والغير رياضي اصلا، عشان هي اصلا حاجه صحيه جدا انه الواحد يبقى مشغل جسمه طول الوقت. يعني حتى لو انا مثلا قاعده على الكمبيوتر ممكن اقعد على الكمبيوتر وانا واقفه، يعني اقف على الكمبيوتر بدل ما انا قاعده ومقتبه وكده. فهي حتى لو حد مشغول قوي قوي لدرجه ان هو مش عارف حتى يروح الجيم حتى لو ساعه، المشي حاجه كويسه، الاكل صحي حاجه كويسه، ان هو بس يمشي الكلب بتاعه او يمشي حوالين العماره او الكلام ده كله. فاحنا بنتعلم ازاي نمرن الشخص اللي قدامي حسب احتياجاته، لو هو عايز يعمل فورمه، لو هو عايز بس يبقى اكتف، لو هو عايز بس حد لسه مش عارف اصلا اي حاجه في الرياضه وعايز يبقى رياضي. الكلام ده كله بنتعلمه ازاي بنعمله يعني. طب سؤال بقى هخش في العمق شويه. طبعا دلوقتي شخص جاي لك وعايز يبقى رياضي تمام وعنده النية ولكن ما بيعرفش يلتزم، لأن دي بقى المشكلة اللي عندنا كلنا. فالنية موجودة ولكن عدم الاستطاعة. النية موجودة عندنا كلنا. أكيد. الاستمرار هو ده يعني هي دي القضية. فانصحينا إحنا، لأن ممكن نكون إحنا كمان من الناس دي اللي عندنا النية ولكن مش عارفين نواظب، فنعمل إيه؟ بصي هي دي مشكلة عند 90% من الناس اللي بيقرروا. بالظبط. هما طب انا لو فاضي انا هروح الجيم، انا هشوف هخلص امتى الشغل وبعدين اروح الجيم. احنا لما باجي ادي ادفايس دي بالذات بقول حط ساعه هتروح الجيم فيها وقت زي الشغل كده بالظبط، واعمل حياتك بقى حواليها. يعني الشغل مثلا من 9 ل 4، من 9 ل 5، انا هاخد ساعه في الطريق، هوصل الساعه 6 الجيم، هوصل وات ايفر بقى اللي انا هتمرن في البيت او كده. من 6 ل 7 ده تمرين، خلصت التمرين قبل 7 هلاقي تمرين يتعمل، وبعدين بعديها بقى لما حد يكلمني اقول له طب انا عايز اخرج طب بتاع، لا معلش عندي تمرين من 6 ل 7 خليها بعد 7. فهي دايما الكونسيستنسي او الاستمرار اللي انت بتقولي عليه ده حاجتين، قرار، تاني حاجه انه لازم ابقى برايورتي، يبقى اولويه. هي هنتعب يمكن في الاول بس بعد كده هتتعود، زي الشغل بعد كده زي حد مش بيشتغل بيروح الشغل دلوقتي هيتعب في الاول لانه مش متعود ان في شغل وبعدين بيتعود. في ناس بتروح الجيم وتقرر وبعدين يروح يتغدى. انا شايفاك عمال بتبص لي كده. ايه النيه الموجوده بس عدم الالتزام والعمل النفسي ولا كان الكلام ده ينطبق عليا؟ طب دلوقتي بحب برضو ان انت عشتي فتره مش قليله في كندا، الفروقات ما بيننا وما بينهم يعني كشعبين على الصعيد اللي احنا بنتكلم فيه، فكره الالتزام بالحياه الرياضيه، فكره ان حتى لو الحياه مش رياضيه نوجد لها ساعه في اليوم عشان نلتزم فيها بممارسه الرياضه. الفرق كبير بيننا وبينهم في النقطه دي ولا متقاربين؟ في الالتزام عشان بترجع لحته ان انا ان هم ما عندهمش عواطف، فاهم؟ فانا اللي هو انا ما مش انا تعبان، انا مش قادر، انا طب النهارده مكسل، طب النهارده واحد صاحبك كلمك، واحده صاحبتك كلمتك، فانا مش عايزه احرجه، لا هحرجه عشان التمرين، لا هحرجه عشان شغل، يعني فاهم قصدي؟ فهي وكلهم متفهمين ده. يعني لا صاحبي اللي هحرجه عشان اروح التمرين وهيزن عليا ان انا ما اروحش ده مش هيزن عليا ان انا ما اروحش اول حاجه، ثاني حاجه ان انا لو حركت يبقى انا عندي حق.
هي مشكلة، هي مش المشكلة يعني، هي الاختلاف في الثقافات، لأنه هناك الشغل بيجي أول حاجة. فهي لو صاحبتي كلمتني قالت لي طب أنا لو جيت لك هتأخر على الشغل فما ينفعش أجي، خلاص مفيش بقى ان هو ايه طب اتاخر على الشغل 10 دقايق، طب مش مشكله، طب بصي كده دخلي تدلعي، لا مفيش الكلام ده خالص. فهي هي دي الحته اللي بتخليهم الروتين موجود قوي، وهي دي اللي بتخلينا محدش، ما دام في روتين يبقى محدش هيطلع بره، ما دام في سيستم محدش هيطلع بره. فهي دي الحته اللي ناقصانا شويه. لو جت عندنا بالعواطف اللي عندنا ده احنا هنبقى بيرفكت بصراحه. طب ما نغني بقى شويه، يلا بينا، عايزين تسمعوا ايه؟ دينا زي ما كنا بنقول لحضراتكم كمان بتغني يعني وحاجات كده. انت برج الجوزاء ولا ايه؟ لا لا والله ده الوعد جدا. طب يلا سمعي، انت بتغني يعني لناس معينه ولا انت بتالفي ولا؟ لا هو انا طول عمري بغني يعني. سوري، بتغني للمغنيين مش بتكتبي اغاني؟ لا لا لا. في اغنيه واحده بس اتكتبت لي طبعا مش حافظاها خالص عشان ما تسالنيش، وانا في سته ابتدائي يعني. ما ربنا بعت حد يكتب لي اغنيه مخصوص مش حافظاها. معلش بقى خلاص بقى بلاش احرم. طب احنا هنسيبك تختاري الحاجه اللي انت بتحبيها اكتر وانت بتغنيها. خلاص اتفقنا، نقول غني لي شويه شويه. ده حاجات كلاسيكيات كمان. فاجئتك يا دينا. ماشي. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني، غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني، خليني أقول ألحان تتميل، لا سمعين وترفرف لها الأغصان، النرجس مع الياسمين وتسافر بالرجبان طويل البوادي، طي شوي 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 شوي، غني لي غني وخد عيناي. صوت جميل والله ما شاء الله. انا فاكر كده يعني ايه اللي هو غنى على الضيق ده، انت طلعتي محترفه. انا جايب هيركو النهارده. احنا عاملين كده، احنا قالوا لنا يا جماعه هي كذا 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 الاعداد يعني وبتغني، قلنا طب نجاملها نحط مايك. بالظبط كده، وهنقول كده كده الله صوتها حلو خلاص. بقول لك ايه بقى، احنا نسك على اللياقه البدنيه. احنا نكمل غنى نسك على الفتنس. والله العظيم انا جاي لكم كل يوم. اللي بعده على طول خلينا نسمع فعلا حاجه ثانيه بس حديثه بقى. انت مستنيه كليب حاجه جديده شويه. حاجه جديده؟ لا انت جايه صعبه قوي. ايه ده، ما فيش حاجه في دماغي جديده. يعني نقول ايه؟ طيب طب نختار لو مش حافظه قوي يبقى تغني حاجه من اللي انت حافظه. كل اللي في دماغي لما حد بيقول لي غني كل اللي في دماغي بيبقى قديم يعني. طب اللي هو طب ايه اللي جه في بالك دلوقتي لما طلبنا منك اغنيه ثانيه؟ لسه فاكر يا سيدي. انا يا سيدي انت عايز حاجه جديده؟ انا عايز حاجه جديده الصراحه. بس يعني ماشي. لسه فاكر قلبي يديلك امان، لسه فاكر كلمة هتعيد اللي كان، ولا نظرة توصل الشوق والحنان، لسه فاكر كان زمان كان زمان، لسه فاكر كان زمان كان زمان. جميل جميل جميل. مش هتنازل عن اغنيه جديده؟ انت عايزه اغنيه جديده. بس واضح ان في سيطره كلثوميه على هواكي وعلى اختياراتك. بعشقها. ايه طبعا ده يعني كل ما بعوز حاجه كده بقعد ساعتين اسمعها، وتشز اغنيه واحده فهي بتفضل كده طول الوقت. طب نغني الوردة، ايه رايك؟ نغني له. حلوه حلوه ورده. حلوه ورده. لو لسه فاكر يبقى حرمت احبك بقى. لا يا عيون عطشانه ولا حكايتي مع الزمان مثلا هتبقى ايه؟ يا هنقول عيون عطشانه. عيون عطشانه. اسمها ايه؟ عيون عطشانه عطشانه صح. ايوه هي اسمها ايه الاغنيه بقى؟ اسمها ايه الاغنيه؟ لا مش فاكر. هتيجي بس ان شاء الله ربنا هيكرمنا جامد. اتفضل. يا عيون عطشانة عطشانة سهر، يا قلوب تعبانة تعبانة سفر، فكروا في الحب
الحب تلاقوا 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 في الضلمة ألف قمر. بنحب يا ناس نكذب لو قلنا ما بنحبش، بنحب يا ناس ولا حدش في الدنيا ما حبش، والدنيا ناس من غير الحب ما تنحبش، من غير الحب ما تنحبش. حتى اللي يمين زينا عاشقين لكن لكن ايه لايمين تانيين، لولا الملامة ولولا الملامة لفرد جناحي على الهوى زي اليمامة، وأطير وأرفرف في الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء. وكفاية عمري كفاية عمري اللي انقضى وأنا بخاف الملامة، وأنا بخاف الملامة وآه من الملامة. جميل جميل جميل. يعني أنت كل ده بتدوره على لولا الملامة؟ في كلمة بس نقصت في النص. أنا عرفتها لها كوبليه. لا متعددة المواهب بشكل كبير جدا الحقيقة. في أي حاجة تانية ما نعرفش أنك بتعمليها؟ لا ما قلتيش عليها؟ أوف إير مش كده. ما ينفعش تتقال دلوقتي. طب دينا انت دلوقتي ايه يعني ايه البلان؟ يعني انت عندك كذا تالنت، درستي كذا حاجه، يعني عامله شوط في كذا حاجه كمان، مش لسه بيجنر او مبتدئه. دينا هتعمل ايه الفتره اللي جايه؟ بصي انا من الشخصيات اللي انا ما بعرفش اعمل حاجه واحده طول الوقت. يعني كنت مقرره ان انا ادخل طب، وبعدين كنت اللي هو طب مذاكره كتير قوي، طب نجرب بعد شويه. فبدأت ان انا اعمل فيديوهات على فيسبوك وعلى انستغرام، وسميتها خد فكرة دينا، عشان يبقى الفيديوهات المونولوجات اللي انا بعملها تبقى في فكرة انا بقدمها بشكل ما حدش ممكن بيتكلم فيه، سواء كانت بقى المحتوى نوعه ايه، تبقى يعني اجتماعي. اوكي. فبيبقى مثلا ايه، ناس مش حاسه اهلها قوي، يا جماعه ده احنا انت عارف فين، انا قابلت حد ما عندهوش اهل، وقابلت حد من غير عيله، قابلت حد من غير صحاب، اعرفوا ان انتوا عندكم رزق وهكذا. عملت فيديو على الرزق عامه، سواء كان فلوس اهل شغل واتفر بقى اللي بيحصل. عملت فيديو على الحجاب، عشان القضيه اللي دلوقتي بتاعه الحجاب اللي في مصر. عملت فيديو على انه انا بقابل شخصيات مجتمع بوبليك، وبقول لهم طب انتوا يعني بتنجحوا ازاي، يعني ايه الحاجات الصغيره قوي اللي في حياتكم اللي خليتكم تنجحوا. محدش يعني ناس مش يعني الشغلات مش محتاجه مذاكره، بقول لهم طب انتوا ممكن حاجه بسيطه قوي زي ان انا بحط مفاتيح عربيتي في حته معينه، فما بشغلش دماغي انه انا اشغل عشان ادور على مفاتيح العربيه. فهي دي حاجات بتفضي مخنا، عشان ان احنا يبقى عندنا سيستم في حياتنا، نعرف ان احنا ننجح، نسيب روم لمخنا ان احنا ننجح بيه. فبدات اعمل الفيديوهات دي، انا شغاله فيها دلوقتي، غير طبعا الرياضه. طبعا بعلم فتنس، لياقه بدنيه. عامله البيزنس بتاعي، عملت بيزنس لكندا، ببيع حاجات فولكلور مصري برضو. ممكن الفيتنس كونتنت كمان ممكن يبقى اونلاين، ممكن يبقى من خلال الفيديوهات. دلوقتي طبعا لما الكورونا بدات ان هي تتلاشى شويه، فدلوقتي الناس بتبقى عايزه تيجي، لانه احسن بكتير طبعا لما بيبقى في انا والمدرب بتاعي قدام بعض، وهو بيقول لي الانستراكشنز وكل الكلام ده، اسهل بكتير واحلى بكتير، والاكويبمنت كلها موجوده. فدي اللي انا بعملها. بس انت الفيديوز اللي بتعمليها بيزد على ستادي يعني؟ لا خالص، يعني مطالعه زي ما لا لا خالص. لا خالص الصراحه، خالص انا طول عمري بحب ان انا ابقى فاهمه وتقولي رايك الشخصي في حته يعني. أوكي. فاهمه، ودايما بقرا بدخل على جوجل بقرا وكل. بس انا عاجبني ان انت قلتي يعني مش دارسه، ان في ناس كتير ليتلي او مؤخرا بقوا يطلعوا يتكلموا تحديدا كمان في العلاقات اللي هي الريليشن شيبس يعني، وينصحوا الناس يعملوا ايه وما يعملوش ايه، هم اصلا مش دارسين حاجه. لا. والناس بتسمعهم. ف كويس ان انت كوتشنج بتتكلمي من الاطار. لا انا مش دارسه خالص فيديوهات، بس بقولها من البوينت اوف فيو بتاعتي انا. يعني انا في موضوع، يعني انا كواحده محجبه
محجبه يا جماعه انا بحس بكذا وكذا وكذا وكذا، فيعني نراعي بعضينا كده يعني. فده اللي انا كنت بطلع اقوله. بعملت فيديو تاني على الفرق ما بين مصر وكندا والاولويات بتاعتي هنا والاولويات بتاعتي هناك. اعملي حاجات برضو عن السياحه، ترويج السياحه في مصر. حصل ورحنا عملت واحد صاحبي اسمه حسن رسمي عنده برضو بيج، وعملنا فيديو واحنا في راس السنه واحنا بنلف مصر، وعملنا فيديو هو عمل فيديوهات وهو بيلف مصر كمان. حلو قوي. بقى انا بروح راس سدر طول الوقت لانه فيها هوا كويس عشان الكايت سيرفينج، ف راس سدر بالنسبه لي فيديوهات للصبح. فدي دي حاجه انا بعملها. دينا احنا للاسف وقتنا في الفقره دي خلاص بيوشك يعني على الانتهاء، بس احنا عايزين نستاذنك نختم غناء طبعا اللي تختاريه تسمعوه حاجه جديده بقى. حاجه جديده بقى. طيب هحاول. هتختاري مين؟ ايه ده صعب قوي. ايه ده صعب ازاي؟ هي حافظه اكتر واضح يعني انا حافظه الاغاني الجديده كده المزيكا يعني فاهمه قصدي، بس يعني وانا مشغله في العربيه. طب حاجه لمحمد منير. طب شيرين اغني لك. شيرين طيب ماشي نقول هنخرج بقى يعني، بس خليني اقول بس لحضراتكم ان احنا من الاغنيه هنطلع فاصل وهنرجع عشان معانا بقى اخر فقره حواريه ان شاء الله النهارده. خليها محمد منير عشان بلاش نقطع. طيب محمد منير. اوكي. جاي من بلاد البعيدة لا زاد ولا مية، وغربتي قسوتي بتبان حواليا، وانتي تقولي لي بحبك بتحدي ايه فيا، وده حب ايه